واش بكيت نفسي غير الخير؟ ما بيا والو، عييت نبيل، عييت. الناس كامل بالطوموبيل وانا لالا رايحه في الكيرا في البرد وشتا عليا. شحال نقعد هكا نبيل؟ شحال وانا هكا نبيل؟ يا اخي قلت شحال كل ما نعيط لك نبيل ديري اني مشغول اني خدام اني منا، شحال هكا نقعد نبيل؟ بزاف عليا يا اخي. قلت لك صبري السكره وطالع، قلت لك اصبري يهبط شويه راني موصينا سطيح لي بون اوكازيون، قلت لك نجيبها لك. انا عييت نبيل. اصبري شوفي ما قعدش قد اللي فات، ما بقاش قد اللي فات ونفرحك طوموبيل شابه كيما كي حابه انت. وقتاش؟ اصبري هاد اللي تفاصيل ما بقاش قد اللي فات، راني موصي ناس ما تقدريش تعرفي سمان 10 ايام هاد الايامات انا نفرحك وتعرفيني بلي كلمتي كلمه. زعما صح؟ بربي ان شاء الله. ان شاء الله سي بون. هاي زين نروحو وجينا الفطر يكون غير خاطرك. الله يسلمك. أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج تحرير الجريمة. قضية اليوم تتعلق بالسرقة، النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الجناة يقومون بعرض سيارات سياحية للبيع مقابل مبالغ مالية مغرية، ومن ثم يقومون باستدراج الضحايا لسلبهم ممتلكاتهم. الضحية هذه المرة يدعى نبيل ويبلغ من العمر 45 سنة، حيث تعرض هذا الأخير لسرقة أمواله حين توجهه لشراء سيارة سياحية. فكيف حدث ذلك؟ شكرا على ربي خو. خويا نحس طالون سنة خويا باش نكتبو. مازال ما لحقش. مازال ما يطولش إن شاء الله. ما يطولش إن شاء الله. مصالح الأمن الوطني فور تلقيهم للمعلومة قاموا بفتح تحقيق في القضية. فهل تمكنوا من تحديد هوية الجناة وتوقيفهم؟ تابعوا معنا. أيه طوموبيل محلولة. اكتبي. راحت. اياه سرقونا. فين في الدراهم؟ فين فين؟ ما وقع لا دراهم لا حق لا والو. شنو دراهم تحوس عليهم؟ انا مداولي 230 مليون. اش بيك؟ غاو. نبيل وي وين كنت؟ صباح وانا مقلقة عليك، صوغ تليفون ما تريبونديش، راني نعيط لك ما ترفل. واش كاين نبيل؟ انا شوف لحبك دار حتى واش كاين؟ داولي دراهم. داولي دراهم داولي قصر نبيل. لا نبيل داولي دراهم. نبيل خلينا نبيل هاك تقصر. مانيش نقصر، قلت لك صح داولي دراهم. اش داولك دراهم نبيل؟ كيفاش داولك دراهم؟ احكي لي. في أواخر سنة 2020 تقدم إلى مقر فرقة الأمن الحضري رجل في العقد الرابع من العمر يدعى نبيل من أجل تقديم شكوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت نقدم شكوى. توا الشكوى؟ سرقوا لي دراهم. عطني لاكارت من فضلك. تفضل. وين المكان السرقة؟ هنا في ريزون فيرو، هنا في فلاسيتي. هنا فلاسيتي تاعنا؟ نعم. الو حضرت، كاين واحد المواطن جاي يتقدم عنده واحد الشكوى تاع سرقه من داخل مركبه. صح هذا؟ تفضل اخ. نبيل كشف لرجال الامن الوطني كيف حدث ذلك وماذا وقع بالضبط. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ لاباس؟ تفضل. مرحبا بك، احكي كي وقعت لك السرقه. شوف حضرات، انا كنت نحوس شويه طوموبيل.
اسماعيل. السلام عليكم. سلام زينو. واش راك خويا؟ صباح بيان لاباس. الله يحفظك ريبي. صباح واش هاد الغيبه هذه؟ انا مع الخدمه راك تعرف، خطره كاين خطره ما كاش، وحتى يفرج ربي سبحانه. معليش خويا ربي يفرج ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي اسماعيل، كاش ما بينت لك طوموبيل بيع كروسه؟ نعم. ولا ما دخلتش السوق؟ والله يا اسماعيل غير دخلت للسوق ما كان والو. السوق اليوم هاد هذوره وصامت والو 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 والو. واد كنيس كذا كيف كيف واد كنيس كيف كيف كما تشوفها في التصويره كيما تصيبها قدامك. الكونفيونس دوك هذا بيان حاجه ثقه حاجه تاع كونفيونس. وانت كروسه واش راك تحوس؟ سوما باش نقول لك انا الماكس اونتر 200 300 200 300 ماكسيموم 200 300 حاجه مليحه حاجه نقيه. عندي واحد صاحبي يخدم هكا طوميط نشوف معاه واش كاين نعيط لك ولا غير مادا بك ولا غير تهنيني ندير لك رونديفو معاه وانت باسكو عييت على بالك السواق هذه ما كان والو هادشي كامل المشكل ندير لك تهلالي ندير لك رونديفو معاه ما كاش كاع مشكل حبيبي هكذا النيميرو تاعي توجور عندك نجمه كالعاده توجور نجمه توجور الله يربح الله يربح خويا هكذا كش ما كاين عيط لي على ربي تهلا خويا ماشي مشكل الله يعيشك تعيشنا صح صح ابار صاحي صافا والله غربي حبيبي الحمد لله هكذا مالا بيناتنا تليفون لاقاو في الخير عيط لي خويا الله يعيشك صح الله فيكم في لامام سلام صح حبيبي وباسو بالونس في فيسبوك السلام عليكم. سلام صح اسماعيل. نبيل خويا. سلام اخويا. صافا. صافا خويا. لاباس بيان. الحمد لله. الله يخليك. بخير. والله غير بيان. الحمد لله خويا. واش كش ما تقات ولا والله غير والو. والله غير عييت حوس 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 وكيف كيف. علاش دخلت في لاباج فيسبوك كاين وحده وحاطه فولو في النوفو. اها مليحه. هي تبان مليحه والسيد كي هدرت معاه انا خاطرك عييت له راه يبيع ب 1 مليون مزيان. تعرفوا السيد هذا؟ ما نعرفوش انا لقيتها في فيسبوك. انا هادي بانت لي افير كيما كحب نتايا انت تريقل معاه عندك لاباج ديالو نيميرو تليفون بيان سور وحط النيميرو في لاباج تاعو عطيهو لي تشوفو هاكو عيط له وشوف معاه حبيبي هذا النيميرو ديالو هذا هو نجمة هذا عيط له دوك هذا تسوس عيط له نيغوسي معاه ضرب الحديد مادام سخون حبيبي الضحية صرح للمحقق انه تنقل رفقة صديقه لشراء سيارة سياحية حيث أشار أنه تعرف على البائع عبر موقع الفيسبوك. السلام ورحمة الله. واش راكم خويا لاباس بخير؟ الله ربي الحمد لله لاباس. الحمد لله. خويا أنا اللي هضرت معك في الماسنجر على كروستك. وي خويا. عطاني بعث لي نيميرو تليفون تاعو اتصلت به بار تليفون تلاقيت به شفت الطوموبيل قلبتها ديت طولي شافها. السلام عليكم. سلام خويا لاباس. خويا لاباس. بيان لاباس. الحمد لله. السلام عليكم. سلام خويا يشرح. لاباس. الحمد لله بيان. هذه دوزيام ما. سيتي بريفي اليوم ان شاء الله باش نروحوا نتكاتبوا. هذا سيتي ديرني بري. ديرني بري. اخر كلمه كما يقولوا. اخر كلمه. يا خويا الله يربح. هاك ما نعطيك عربون. اه يا اوكي. هكذا خويا. عربون ونعيط لك ان شاء الله نتكاتبوا. مليون عربون ايوا وغدوا ان شاء الله ان شاء الله اه بالبعض هكذا خويا اوكي قول لي باك واش من نعيط لك انا نتكاتبوا وين حكينا نعيط لك نتلاقاو في البلاصه اه يا خلاص على ربي بالبركه هكذا اوكي هاي السلام عليكم سلام كي لحقنا لعندو باش نروحو نتكاتبو قال لي بلي الطوموبيل راهي على اسم خويا قال لي لو طون نروحو نديرو قهوي لو طون لي يلحق خويا نروحو نتكاتبو على ربي خو وي نروحو نسقاو نستنى خويا باش نتكاتبو اه مازال ما لحقتش مازال ما يطولش ان شاء الله ما يطولش ان شاء الله وي هاي نطلعو بصحو الطوموبيل باسكو لما انا داخل ما كاينش لي مسا نو اني مقاري انا معاك معليش رحنا للقهوة يا ربي واش نقول لك واحد دي مينوتين كاردر صونا لو تليفون وربي ما في غير الخير عيط خويا راح نشوفو وين راهو نريبوندي عليه نريبوندي عليه روح حبيبي روح جيبوه اوكي خذ راحتك اوكي السيد خرج ما ولاش شحال المبلغ اللي داو عليك؟ 230 مليون 230 مليون نعم ويكون دايرهم؟ كون دايرهم تحت الكرسي اعطينا النيميرو تليفون فيسبوك داكور التليفون تاعو 0561 بعد تحديد افراد الشرطة لهوية صاحب شريحة الهاتف تم استدعائه لمقر الفرقة للتحقيق معه عمر على بالك على استدعيناك؟ ما على بالي الشاف
المشتبه فيه صرح للمحقق أن شريحة الهاتف النقال قد ضاعت منه منذ 6 أشهر، إلا أنه لم يقم بالتقدم للمصالح الأمنية من أجل تحرير محضر ضيعة. عندها واد حوالي 6 أشهر هكا كي طاحت لك، رحت ديكلاريت عليها؟ لا ما ديكلاريتش. على بالك بلي الشريحة استعملوها في قضية تاع نصب السرقة؟ والله ما على بالي وشاف أنا، والله لا خاطيني. عندي 6 أشهر بلي هاكا ملي طاحت لي وما زدتش كاع حوست عليها وراني بلابيس جديدة. بعد تلقي مصالح الأمن الحضري السابع شكوى من طرف مواطن يقيم خارج إقليم الولاية، طالت مبلغ مالي يقدر من 230 مليون سنتيم من داخل مركبته. على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، تم التنسيق مع الفرقة المختصة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة والإشرطة القضائية، وذلك من أجل تحديد هوية المتورطين. بعد تلقي أفراد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لطلب المساعدة، باشروا القيام بالتحريات التقنية. تلقينا طلب مساعدة تقنية من فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بخصوص قضية سرقة مبلغ مالي من داخل مركبة من أجل تحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب المجرم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. على هذا الأساس قمنا بتكليف الفوج التقني من أجل مباشرة التحريات التقنية قصد تنفيذ الغرض المطلوب وتحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب المجرم. كاين جديد كونسيرنون الكونت تاع السرقة؟ كاين 3 تاع ليزادريسيبي، كاين الأرض، كاين 2 تاع جي اس ام، كاين وحدة ستاتيك تاع. تأكد المحققون أن القضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسرقة. كاين واحد الكونت تاع انستغرام على حساب لي فوتو اللي راهم بوبليهم، كاين واحد البلاصة راهم يتردوا عليها بزاف. هذه هنا وهذه يكون عند جماعة تاعنا تاع. من خلال المعلومات المتواترة التي تحصل عليها أفراد الأمن الوطني تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وشريكه. لوكاليزا في واحد لي فوتو بلايص لهم يدورون باينين كاع. ولي كومونتير؟ لي كومونتير لا ماجور مانيش عارف نسيت كيف طاح في البانو تاع كاع لي كومونتير راهم يقولوا بلي هذا ستانيسكو. ثم قادر يكونوا ضحايا واحد اخرين في مصالح امنيه ممكن اخرى، ممكن يكون عندها ضحايا واحد اخرين باسكو قال لي كومونتير نيجاتيف. اي طريبي طريبي الله يعطيك الصحه طريبي. اش درت لنا في لافير؟ كاش جديد؟ كاش معطيات تقنيه جديده؟ هذا كونسيرن لادريس اي بي، رانا حددنا متعامل الهاتف النقال تاعه. كاين زوج ادي اس ان وزوج جي اس ان. حددنا ثاني نوع الهاتف اللي راه يستخدمه في المآرب تاع الاجراميه هذيك. هي طريبي الله يعطيك الصحه. انا نكون معاها. نكتفوا من التحريات تاعنا تقنيا، نسيو نعرفوا اللوكاليزاسيون تاعه وراه يدور. كجديد اتصل بي. يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. قمنا بإعطاء تعليمات إضافية لعناصر الفوج التقني من أجل تكثيف الأبحاث قصد الحصول على معلومات إضافية ومعطيات تقنية إضافية، وهذا ما كانت نتائجه إيجابية بالحصول على الحسابات الفيسبوك والإنستغرام الحقيقية لهذه الحسابات لهذه العصابة، وأيضا تحصلنا على الأرقام الهاتفية الحقيقية اللي كانوا يخدموا بها، وايضا تمكننا من الحصول ايضا على الاماكن تاع التردد تاع هاد الاشخاص وين الموقع الجغرافي تاعهم، باش نقدموا كاع هاد المعلومات لعناصر فرقه الشرطه القضائيه لتسهيل لهم المهمه من اجل القاء القبض عليهم. على اثر تلك المستجدات تنقل افراد الشرطه القضائيه على جناح السرعه لعين المكان لتوقيف الشخصين المبحوث عنهما. انا اللي ريسكيت هو، انا ما ريسكيتش، ما كسرتش انا. انا جبت لك خدمه، خدم معايا. انت قلت لي خدم، خدم معايا واسكت. وهذه الخطره على بالك بالنص. هو ما كاش النص خويا. ها مالا راه نشوف جهه اخرى نخدم. ربي ساهل. كاع رانا في الريس، كاع درنا الريس. سمعتني؟ كاع درنا الريس خويا. واش كاين شاف؟
وقفوه وقفوه خل شرب بلو الملوت عودوا هناك تم توقيف كل من كمال وسفيان حيث تم اقتيادهما لمقر الفرقة للتحقيق معهما. سفيان الدهر الشيخ سفيان الدهر سفيان اطلع اطلع الشيخ سفيان الدهر خاطيني اطلع اسكت خاطيني يا الشيخ سفيان الدهر دول حقوا معكم مصلحة سفيان الدهر سفيان الدهر الشيخ بعد التنسيق مع الفرقة المختصة لمكافحة الجرائم السيبرانية تم موافاتنا بأدلة تثبت تورط المعنيين في قضية السرقة بمبلغ مالي الذي يقدر ب 230 مليون سنتيم. على أثر ذلك تم إعداد خطة محكمة للتنسيق مع عناصر فرقة البحث والتدخل أين تم إيقاف المتورطين وتقديمهم أمام النيابة المختصة. سموك سفيان. وين تكون سفيان؟ ألجي. سفيان فيسبوك تاعك؟ لا ماشي تاعي. كيف ماشي تاعك ومحلوب لابيس تاعك وبالتليفون تاعك؟ ماشي تاعي يا شيف قلت لك ماشي تاعي. سفيان انكر جميع التهم الموجهة اليه في بداية التحقيق. بينت باللي انت راك تستعمل فيه بلابيس تاعك ولي وبيس اخرى. ميم بيبليكاسيون تاع الفيكل اللي بغيت تبيعها راها عندنا. ايه تاعي يا شيف لانونس هذيك تاعي. ونابل تعرفه؟ شكون نابل ما نعرفش. اللي بغيت تبيع له طوموبيل. نعرفش نابل. ولي من بعثها اللوطو هذي؟ بعثها الواحد. شكون هو هذا الواحد؟ هذا نبيل اللي تهضر عليه، هذا وين تفكرته؟ هذا وين تفكرته؟ اه. وكي صرات؟ كيف بعثته؟ الشيف بانت لي هكذا برك كريت فو بروفيل وتلاقيت مع صاحبي بروبوزيت له واش كاين. سفيان اما بابا بابا هون لاباس واش راك الحمد لله كيفاش راك مليح لاباس الحمد لله مريح هنا برك بيان راني هنا سيكتور جديد جديد جوستومون كاينه فهاد اليومين نعيط لك وتجد روحك وفي مضمونه 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 فيها باي شباب فيهاش الريسك ما فيهاش الريسك انا مخيطها انا واجد ما عندك والو دوكا كمان عندي والو هاي نبوجي واحد هنايا سحقو تجي معايا اه نعاودو نولو ولا شكون هذا صاحبه كمال بعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة العلمية تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة واعترف بارتكابه للجريمة عيط له بروبوزيت له واش كاين هو قبل على كل كيف شهدرتو فهمني كيف زدنا يومين تلاقينا مع السيد الو واش كمان السلام عليكم سلام صافا سفيان صافا واش خو لاباسك مليح لاباس والله الحمد لله اسمع عيط لي السيد هذيك خطره اللي هضرنا عليه عيط لك واحد الساعه هكذاك نطيحوا عليه واحد الساعه واحد الساعه نطلع نبدل حوايجي بك في الدار ونطلع نطيحوا عليه راني في الحومه اي صحه اوكي اي اوكي شا قلت صاحبك شا قلت لك كان هو محتاج و كان محتاج لهاد لافير هادي و بروبوزيت له حكيت له قلت له كاين طوموبيل نبيعوها وندورو على السيد و كيما كان الحال ايا كي درتو دوك نحكي لك تفضل كنت مريح هكا بانت لي كنت محتاج دراهم انا وصاحبي كريت فو بروفيل درت سياره للبيع هادي أبري واحد اليومين عيط لنا عيط لي واحد شاري باش يشوفها باش يقلب طوموبيل هضرنا معاه و فيكسيت معاه رونديفو انا نستنى عليك وي هكذا نعم نستنى عليك جاي السيد انت يا ماسكي روحك شوف راهي طوموبيل كاريها ما تبانش بصح بيج روحك درتو الامان درت له الامان انا ويحطها في الطوموبيل انا نطلع القهوه نسقهوه وانت تدبر راسك كيما تفهم المهم جيبو برك لحقو برك لهنا انا ندبر راسي فهمت كيفاش المهم ديروا لامان هكذا كيما تفهمنا طوموبيل كيفاش تفتحها
ما تكش راسك موالف انا تشي اللي كان ملمس والو ما نكسر ما فهمت المهم انت تثبت له الضربه برك فهمت هكذا هكذا سرد سفيان تفاصيل القضية من بدايتها وكشف عن تورط كمال في الجريمة. عليكم السلام عليكم بيبي واش راك خويا صباح بيان واش راك لاباس انت ياك لاباس بخير لا الحمد لله هاي ليك سمعني هذه ياك الوسا كيفاش تكلوا على ربي خو وي نحس قاوان سنا خويا باش نكتبوا ما زال ما لحقش ما يطولش ان شاء الله ما يطولش ان شاء الله وي ها نطلعوا بصحوا الطوموبيل باسكو لا مانعي لداخل ما كاينش لي مزال راني مقاري انا معاك كاينش لي توشي هنا يا خلاص هاي تكلوا على ربي نروح نديروا قهوي لطوموبيل يلحقوه اوكي هاي يمشي عايز تكمل جا قارا وصاحبو شافو طوموبيل وطلعنا نسقاو كيفاش هو والله الحمد لله سوال عليك وانت بخير الحمد لله كيفاش عجبتك طوموبيل لا ما شاء الله الله يبارك الحمد لله الله يبارك عباك بلي هنيتني شحال وانا نحوس لها الطوموبيل المراه ايه ما تلقاش بسومه هذه العربيه والله غير شحال وانا عباك ندخل بها نخرج بها ايه وانا عطيتها لك بسومه مليحه لا لا, لا 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 تبارك الله فيك يعطيك الصحه لا 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 حاجه فريمون الله يبارك ان شاء الله تربح عليا ان شاء الله يا خويا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تربحوا كامل ان شاء الله تمشي بها طوموبيل صغيره تمشي بها تليق ليها تليق لها المراه هذاك هذاك واش لي هذاك واش تليق جوستومون ما نحبش نجيب لها حاجه كبيره لا لا مليحه هذاك هذه توالمه الجمام هي تحب البولو تحب كذا دونك جات سوا الحمد لله هو اللي شافها لك والله غير هو وصيت وانا حوس دخلت للسوق دخلت كدا ما كان والو حتى جا قال لي كاين انونس فوالا 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 وربي ما فيه غير الخير عيط خويا راح نشوفو نراهو نريبوندي عليه نريبوندي عليه روح روح حبيبي روح نجيبو خذ راحتك اوكي اوكي كيفاش باش نسقاو صاحبي ديجا دار العمليه عيط لي في التليفون الو وي وي خو لا صاي نفريتها هاي اوكي اني جا لا ما انا عندي اني جا ان شاء الله تربى عليها ان شاء الله يا اخو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تربى عليها والمراه تربى عليها ان شاء الله وانا نربى عليكم ان شاء الله ان شاء الله نتربكم كامل ان شاء الله نتربكم كامل عيط لي في التليفون انا هبط نجري ركبت الطوموبيل وربنا شاف طولها لا لا يجي السما عيط له شوف عيط له خوف عيط له بيان سور خذ شوف باش نفروها منا مثلا عندي واحد شغل نروح ليه ما حكمتوش لا واش باه شو التليفون طافي وجي طافي فلك الريزو زعما لا لا كوبي عاود شوف كوبي كوبي عاود الاخر عيط صبرتك نزيد نعاودو له اي بس انت دراما في الطوموبيل اي جوستومون شي راه طول ثاني لا ما كاش راه في التليفون ما هبطو الطوموبيل يحل تما وخلاص اسمع طوموبيل دراهم راه في الطوموبيل
في التليفون تاعو طافي. نهبط ريحو فما وخلاص. انا ديك توسوس ما على بالك. هاي لا بلا غبي نتقلق تاع الصح. هاي نحطو هاي. هاي روحو هاي روحو. كي لهيتهم انت صاحبك قام بالعملية دا الدراما. قام بالعملية. ومن بعد؟ بعد دي الدراما انا شوف. ودراهم وراهم؟ دراهم ديتهم انا. نحيتهم صاحبي عطيت له 30 مليون والباقي صرفتهم شوف. انت راك معترف بالتهمة المنسوبة ليك. انا معترف الشوف. لو كنديروا ملف قضائي ونقدموك امام السيد وكيل الجمهورية. كمال سفيان هذا تعرفه؟ سفيان نعرفوه. كيما عرفتك به؟ سفيان صاحبي وندور معه معرفة تاع الصغر. سفيان هذا اللي يقول بلي انت هرس لوطو وخونت الدراهم منهم. شوف انا صح هرس الطروبيل بصح سفيان يدى كلش. والدور تاعك انت هنا اشتاكم. شوف دوك نحكي لك كلش. كمال هو الاخر اعترف بجميع الافعال المنسوبة اليه. حوايج صغار هكذاك وانا كما تعرف انا ما نخدمش. عيط لسفيان قلت له سفيان كاش ما كاين افير ولا هكذا. قال لي صبر شويه. فات واحد اليومين عيط لي سفيان. كي عيط لي قال لي راه كاين لافير هذا. فتح فيسبوك ودار طوموبيل للبيع ولقى مشتري. المشتري هذا جاب معاه دراهم ودار له رانديفو في القهوه وعيط لي انا. وانا تبعتهم رحت هرست الطوموبيل وديت الدراهم. المشتبه فيه صرح للمحقق كيف قام رفقة سفيان بسرقة المبلغ المالي من سيارة الضحية. ومن بعد الدراهم شكون داهم؟ خليتهم عندك ولا عطيتهم لك؟ لا بعد عيطت له قلت له هاني ديت الدراهم وتلاقينا وعطيت له الدراهم. عطيتهم لك كاع؟ كاع طلي غير شويه. شحال عطاك؟ الشفاء عطاني 30 ودا كلش. ومن بعد قعدتوا في رحبه ولا تفركتوا؟ لا تفركت انا. وين رحت انت؟ انا رحت خدمت شغالاتي هو راح. بعد ايامات كاع باش تنسوا الضربه هذه تلاقينا. قلت له قلنا كش ما نزيدو نخدمو كش ما فير هكذاك حتى طاحت علينا الدوله وجابتنا لهنا. غادي نتاخذوا معاك الاجراءات القانونيه نكونوا ملف ونقدموك امام سيد وكيل الجمهوريه. نوجه رسالة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو الانستغرام أو غيرها منها باش ما يطيحوش كضحايا في الفخ تاع هذه العصابات المجرمة والعصابات محل الشكوى اللي راهي تستعمل حسابات وهمية وأسماء مستعارة وأيضا يستعملون شرائح هاتفية سيم غير مسجلة باسمهم خاصة راهم يديروا العروض المغرية وبأسعار منخفضة مدى بين المواطنين. يشوفوا هذه الحسابات الحقيقية ويتعاملوا معهم وما يطيحوش في الفخ تاع هذه الضحايا. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم أطراف القضية أمام العدالة. لقد وصلنا بكم لنهاية عدد اليوم. ترقبونا في عدد الله. إلى اللقاء.